بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء ومادة علم النفس وعلم الاجتماع. النهاردة إن شاء الله هيكون معنا مراجعة عامة على علم النفس وعلم الاجتماع وحل امتحان السودان 2019. قبل ما نبدأ الحلقة بحب أرحب بزميلي وصديقي الأستاذ أيمن صبري. أهلا بك يا أستاذ أيمن. أستاذ محمد، أنا بحضرتك أعزائنا الطلبة، وإن شاء الله النهاردة حلقة موفقة ومراجعة بالفعل امتحان السودان 2019 سين وجيم سين وجيم، عشان يبقى صورة لينا أو مؤشر لينا لامتحان مصر بإذن الله 2019 العام الحالي بإذن الله. إن شاء الله. هنبدأ بعلم النفس. زي ما أنتم عارفين الامتحان عندنا مختلف عن امتحان السودان شوية. الامتحان بتاعنا بيبقى نظام البوكلت. امتحان السودان اللي هو النظام التقليدي القديم اللي هو بيبقى عبارة عن ثلاث أسئلة علم نفس. السؤال الأول أربع نقط بتجاوبهم إجباري، والتاني أربع نقط بتختار ثلاثة، والتالت صح أم خطأ مع التعليل أربع نقط بتختار ثلاثة، وعلم الاجتماع نسخة تانية منه مكرر نفس الشكل كده. إنما إحنا الامتحان بتاعنا بيجي نظام بوكلت، هو عدد نفس عدد الأسئلة وبرضه الاختياري، بس اختلاف إن الأسئلة عندنا متسلسلة ورا بعضها، ما فيش نظام اللي هو السؤال الأول والسؤال الثاني وهكذا. نبدأ أول سؤال معانا، بيقول حدد ثلاثة من خصائص الشخصية المبدعة. حدد ثلاثة من خصائص الشخصية المبدعة. أنا عايز الطالب وهو معانا بيجاوب يحاول كده إن هو يحلل الامتحان، يشوف توزيع الأسئلة التوزيع النسبي. هنلاقي إن من خلال الوحدة الثالثة اللي هي الشخصية عليها خمس نقاط. فهنلاقي خمس نقاط هنا على الباب الثالث في علم النفس اللي هو الشخصية، وهلاقي أربع نقاط على الباب الأول اللي هو التعلم، وهلاقي ثلاث نقاط على الباب الثاني اللي هو النمو والارتقاء الإنساني. أول سؤال عندي على الشخصية، فالسؤال مرة تانية بيقول حدد ثلاثة من خصائص الشخصية المبدعة. طيب جبت السؤال ده يا أستاذ أيمن تبقى إيه؟ أستاذ محمد، طبعا ظهر ضمن على الشاشة بنقول إن الشخصية عندنا المبدعة دي من أنواع وأنماط الشخصيات اللي عندنا في المنهج. بيجي في الامتحان أي نوعية أو أي نمط من تلك الأنماط. السؤال بتاعنا الآن بيتكلم عن نوع من أنواع الشخصية أو نمط، وهو الشخصية المبدعة. من أهم خصائصها، أو ممكن في الامتحان يقول لي أهم سماتها أو مميزاتها اللي قدامنا على الشاشة. هنا أول حاجة بنقول يتسم الشخص المبدع أو الشخصية المبدعة بالمنهج العلمي في التفكير، ويبتعد عن التفكير الخرافي. أدي أول حاجة. الحاجة التانية عندنا بيلفت انتباهه ما لا يلفت انتباه الشخص العادي. أيضا بيفكر في قضايا لا يفكر فيها الشخص العادي. تتسم حلوله للمشكلات بالحداثة، يعني بين قوسين قدامنا مكتوبة غير تقليدية. أيضا عندنا خمسة بنقول يعطي حلولا متعددة وجادة للمشكلة الواحدة. طبعا ده بنقول نسبة ذكاء وتبقى مرتفعة عن الأشخاص العاديين. ده يا أستاذ محمد بالنسبة للسؤال بتاعنا عن أهم سمات أو أهم خصائص أو مميزات الشخصية المبدعة. تمام، يبقى ده أيضا كان إجابة السؤال بتاعنا اللي هو سمات او خصائص الشخصيه المبدعه، ودي تعتبر يعني اخر نوع من انواع الشخصيات فانواع الشخصيات اللي وجبها عندنا. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده يا استاذ ايمن، قدامنا سؤال عشان بيقول لنظريه التعلم بالفهم والاستبصار، لنظريه التعلم بالفهم والاستبصار تطبيقات تربويه، دلل بثلاثه امثله. السؤال مره ثانيه قدامنا على الشاشه بنقول لنظريه التعلم بالفهم والاستبصار تطبيقات تربويه، دلل بثلاثة أمثلة. فضل استاذ محمد. طيب نيجي لو شفنا إجابة السؤال دوت، هيبقى معانا أول نقطة في الإجابة إن التعلم عن طريق الفهم والاستبصار بيتم عن طريق الفهم وإدراك وليس الحفظ. يعني بيبقى في نوع من فهم الموقف وإدراكه مش الحفظ. تاني حاجة، التعلم بيعتمد على الإدراك الكلي لعناصر الموقف، إدراك عناصر الموقف. رقم ثلاثة، التعلم بيحدث نتيجة ايه؟ قال لي بيحدث نتيجة الادراك الكلي للموقف وليس ادراك اجزائه. مثال على كده، لما اجي اتعلم الكلمة مثلا، اتعلم القراءة بطريقة الكلمة بدل من تعلمها بطريقة الحروف. ورقم اربعة بيقول لي ان انا بستفيد من المعلومات اللي انا اتعلمتها عن طريق الاستبصار في المواقف الجديدة. واخر تطبيق معايا ان انا لازم انظم الخبرات اللي موجودة عندي بطريقة كلية وجديدة. دي تطبيقات نظرية التعلم عن طريق الفهم والاستبصار. طبعا هو في السؤال طالب مني ثلاث أمثلة. أنا دلوقتي قلت لك كل الخمس نماذج عندي أو الخمس أمثلة اللي عندي للتطبيقات التربوية ونظرية التعلم بالفهم والاستبصار. تمام. في سؤال بعد كده بيقول يقوم المراهق بعدة عمليات عقلية، أكد صحة العبارة. تاني السؤال مرة تانية، يقوم المراهق بعدة عمليات عقلية، أكد صحة العبارة.
طبعا هنا السؤال، الطالب ما يجيش يقول العباره صحيحه، لان في طلبه كتير لما يجي لهم الصيغه دي تاكد صدق العباره بيكتب العباره صحيحه. لا، هو مش طالب منك بيقول لك العباره صحيحه ولا خاطئه، انا اقول له العباره صحيحه او العباره خاطئه امتى؟ في السؤال اللي هو لو قال لي ايه؟ بين الصواب والخطا مع التعليل، انما بيقول لي اكد صدقها يعني هي صحيحه، وعايز تدلله على صحتها بالامثله، يبقى المفروض مني ان انا اشرح على طول ما اقولوش العباره صحيحه. طيب اجابه السؤال ده يا استاذ ايمن؟ طبعا خلي بالك يا استاذ محمد، هنا السؤال بتاعنا عايز ثلاث عمليات عقليه بيتم بالفعل فيها المراهق او يتم بيها المراهق. يبقى دي طريقه نتكلم على النمو العقلي بقى استاذ ايمن في مرحله كده. المراهقه. ونخلي بالنا زي الطلبه ان في امتحان اخر العام بيجي لي في اي مرحله سنيه في الغالب بيجيب لي مظهر من مظاهر نمو الانسان او ارتقائه، لما المظهر الجسمي لما العقلي لما الانفعالي لما الاجتماعي، ممكن يجيب لي جزئيه واحده منه. يعني لازم يركز على ايه؟ على مظهر من تلك المظاهر في اي جزئيه عندنا. فالسؤال بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن مرحله المراهقه، بيتكلم عن جانب معين هو الجانب العقلي او طريقه تفكيره في تلك المرحله. نبدا نبص على هذا الشاشه ونقول اول حاجه عندنا الانتباه. مكتوب قدامنا هنا في الانتباه يستطيع المراهق تناول المشكلات اكثر عمقا وايضا عمليات او المشكلات المعقده. ده بالنسبه للانتباه، ينتبه الحاجات المعقده مش الحاجات السهله البسيطه، ده خلاص اصبح مراهق كبير. ايضا استيعابه لدروسه بيكون اطول. استيعاب الدروس بيكون اطول. ولمده الانتباه عندي هنا علاقه بالذكاء العام. مدى الانتباه او مدته لا علاقه بالذكاء العام. ايضا بنقول بيساعد على التحصيل الدراسي المرتفع. طبعا دوت بالنسبه للانتباه وعلاقته بالذكاء، ولذلك يساعد على التحصيل الدراسي المرتفع. ايضا ده بيساعد على عمليه التذكر، يزيد من عمليه التذكر. ادي اول حاجه عندنا العمليه العقليه الثانيه الا وهي التذكر. طب لو جينا لتاني عمليه اعزائنا الطلاب وهي العمليه العقليه الثانيه اللي بيقوم بها الطالب وهي التذكر، بنقول تذكر الطالب في هذه المرحله اللي هي مرحله المراهقه يعتبر تذكر مبني على الفهم وليس تذكر آلي، عكس المراحل السابقه. بمعنى ايه المراحل السابقه؟ ان في مراحل الطفوله الطفل كان بيتذكر تذكر آلي، يعني يحفظ ويتذكر المعلومه، انما في مرحله المراهقه خلاص موضوع ان هو يحفظ ويتذكر ده قل شويه، ابتدى ان هو يعمل ايه؟ يفهم كويس جدا المعلومه وبعد كده يحفظها وبعد كده يتذكرها. يبقى التذكر هنا تذكر قائم على الفهم وليس تذكر آلي. ممكن السؤال دوت يا استاذ ايمن يجي لنا في صيغه ثانيه، بدل ما يقول لي في علم صحه او خطا العباره، يقول لي التذكر عند المراهق تذكر آلي، حدد صحه او خطا العباره مع التعليل. طبعا بقول له العباره خاطئه، وزي ما قلنا ان التذكر هنا في التذكر هنا في مرحله المراهقه هو تذكر قائم على الفهم وادراك المعاني وليس تذكر آلي. تمام. دي تاني عمليه عقليه بيقوم بيها المراهق. تمام. في عمليه ثالثه بقى وهي التخيل. تمام. يبقى احنا كده قلنا اول حاجه اللي هو الانتباه، تاني حاجه التذكر، تالت حاجه التخيل. التخيل في المرحله دي يا سيمن شكله ايه؟ نخلي بالنا هنا التخيل هنا بيقول قائم على التخيل المجرد المعنوي، بدلا من المراحل السابقه كان التخيل عند ايه؟ تخيل حسي. بالظبط، او مادي حسي. ولذلك هنا تكثر بقى احلام اليقظه، بيسرح مع نفسه كتير جدا. يبقى بقى يتخيل مستقبله، شريكه حياته، هيبدا يعمل ايه في الامتحان، كل ده بيبدا يتخيله في تلك المرحله. هي المرحله دي تمتاز اكثر مما المراحل السابقه بالتخيل او احلام اليقظه نتيجه التخيل القائم على التخيل المجرد او المعنوي بدلا من التخيل الحسي. طب هل يا استاذ ايمن التخيل دوت بيساعده على دراسه علوم معينه؟ طبعا. وزي اللي يقول بين ايه؟ تعتبر هي القدره بتاعته بقى على التخيل بتاثر بالفعل على بعض العلوم. المراحل اللي كانت قبليها كان صعب جدا ادرسه مثلا ماده زي العلوم الفيزياء والكيمياء. المرحله دي يقدر يدرس في علوم زي الكيمياء والاحياء. ليه؟ عندها التخيل واسع. زي الهندسه عشان يتخيل مثلا قطعه وتخيل مثلا مثلث داخل دايره ويجيب الزاويه الفلانيه. في المراحل السابقه كان صعب جدا يتخيل كده. كنت بدي له ايه في المراحل السابقه؟ 3 في 3 ب 9، 2 مش عارف 3 ب 6، كلام يعني سهل الى مد لحد ما كلام مادي حسي. اما المرحله دي قائمه على التخيل، وذلك بيدرس بقى موضوعات علوم مجرد. هندسه وجبر. برضه يا استاذ ايمن من ضمن التخيل اللي عند المراهق في المرحله ديت ان التخيل هنا بيساعده على التفكير بانواعه، ان هو يفكر تفكير استدلالي، استنباط، استقراء، تفكير مجرد. يعني خلاص التفكير ابتدى يزداد عنده، بس تفكير بقى ايه؟ اللي هو قائم على اللي هو التجريد او قائم على المعنى. اما يقدر يستنتج، اما يقدر يفكر تفكير استدلالي، لما يقدر يفكر تفكير استنباطي، ده برضه من مظاهر المرحله ديت بسبب التخيل المجرد. تمام. استاذ محمد عندنا المرحله دي بيدرس مثلا نقول مثلا ضمن العلوم الهندسه. الهندسه ديت او اي حتى فرع من فروع العلوم الرياضيه كلها عباره عن رموز مجرده، لسه تلاقي وجود في الواقع اساسا، داله س وداله ص ويساوي على وفي والزاويه، كل دي حاجات مجرده. اما المراحل السابقه ممكن مثلا ادرسه 3 في 3، اجيب له 3 حاجات اشياء واجمعها مع 3 اشياء تانيين واقول له في الاخر دول بيساوي 6 حاجات، دي حاجات ماديه
محسوسه، غير بقى الرموز المجرده اللي موجوده في كل فروع الرياضه بوجه عام. تمام. ما هو عموما يا ايمن احنا بنقول كل مرحله من مراحل النمو بتزداد، ففي المرحله ديت في النمو العقلي زي ما يمكن اطلق عليها جان بياجيه اللي هو درس النمو العقلي في المراحل كلها، ان دي تعتبر نهايه الارتقاء العقلي، نهايه النمو العقلي هو عند سن 18 سنه اللي هو ايه؟ اللي هو التفكير المجرد. بالظبط. اللي هو ايه؟ بعيد عن المحسوسات. فنتيجه التفكير المجرد اللي هو بعيد عن المحسوسات دوت بيحصل ارتقاء عقلي، الارتقاء العقلي دوت هو اللي بيساعده على الثلاث عمليات اللي احنا قلنا عليها دول، اللي هو التذكر والتخيل واللي هو او العمليه الثالثه بس ايمن. اللي هي الانتباه. الانتباه، الانتباه والتذكر والتخيل، يبقى دول ثلاث عمليات عقليه بيقوم بيهم المراهق في المرحله دي. طيب السؤال اللي معانا بعد كده يا استاذ ايمن. معانا سؤال ثاني، استاذ محمد بيقول يتضمن التوافق معنيين رئيسيين، يتضمن التوافق معنيين رئيسيين، بيقول لي عق في ضوء ما درست. سؤال مره ثانيه سؤال بعض الطلبه اللي كتبتوه معانا، يتضمن التوافق معنيين رئيسيين، عق في ضوء ما درست. طبعا نلاحظ برضو اعزائنا الطلاب ان السؤال دوت عن ايه؟ عن الوحده الثالثه اللي هي الشخصيه، بيتكلم على التوافق النفسي والاجتماعي، فهو عايز المعنيين بتوع التوافق في السؤال دوت. يقول لي يتضمن التوافق في علم النفس معنيين رئيسيين. انا عندي معنيين للتوافق، عندي المعنى الاول تعديل سلوك الفرد يتناسب مع البيئه النفسيه والاجتماعيه الفرد عايش فيها، اما المعنى الثاني ان انا بعدل البيئه النفسيه والاجتماعيه للفرد عايش فيها. يبقى انا كده عندي معنيين للتوافق، المعنى الاول ان الانسان اللي عايش فيها معينه هيبتدي ان هو يعدل من سلوكه، ليه؟ عشان يقدر ان هو يتوافق مع البيئه النفسيه والبيئه الاجتماعيه اللي هو عايش فيها. يبقى انا كده استخدمت التوافق بالمعنى الاول، يجي عندي التوافق بالمعنى الثاني، ان انا هعمل ايه بقى؟ لا ده انا هعدل البيئه النفسيه والاجتماعيه اللي انا عايش فيها عشان تكون اكثر اشباعا لحاجاتي. طب ده معنيين التوافق، في جزئيه كده في تعقيب عليهم يقول لي ايه؟ قد يستخدم التوافق في علم النفس باحد معنيين. صح ام خطا او اكد صدق العباره. التوافق في علم النفس يستخدم باحد معنيين، العباره طبعا صحيحه، اكد صدقها ازاي او التعليل بتاعي ازاي؟ اول حاجه اقول له ايه؟ اذا كانت اهداف الفرد وحاجاته على درجه كبيره من التغير، اهدافه وحاجاته هو اللي بيتغير بسرعه، فبيعمل ايه؟ بيحاول يعدل البيئه عشان تستجيب ليه، يبقى ده التوافق بالمعنى الثاني اللي هو تعديل البيئه. اما اذا كانت البيئه اللي انا عايش فيها بتتغير بسرعه فانا بعدل من سلوكي عشان يتناسب مع البيئه، ده التوافق بالمعنى الاول اللي هو تعديل سلوك الفرد. يبقى هنا عمليه التوافق اشتغلت في الاتجاهين، اشتغلت في الاتجاه الاول اللي هو تعديل البيئه النفسيه والاجتماعيه، واشتغل في المعنى الثاني اللي هو ان انا بعمل ايه؟ ان انا بعدل من سلوكي بحيث يتناسب مع البيئه النفسيه والاجتماعيه اللي انا عايش فيها. طبعا. السؤال هنا كان عندنا يا استاذ ايمن خاص بايه؟ بمعنيين التوافق. الجزء الثاني منه دوت ممكن يجي عليه سؤال مستقل زبط. اللي انا قلته قبل كده اقوله مره ثانيه، خلي بالكم معايا، تعمل عمليه التوافق في الاتجاهين معا، دلل على صدق العباره، تعمل عمليه التوافق في الاتجاهين معا. يبقى انا اقول له الاتجاهين الاول اللي هو تعديل سلوك الفرد امتى؟ لما البيئه تكون على درجه عاليه من التغيير، انت عايش في بيئه والبيئه دي بتتغير بسرعه، فانت بتعمل ايه؟ بتحاول تعدل من سلوكك وتعدل من نفسك عشان تقدر تتوافق مع البيئه. بالظبط. طب لو انت كانت اهدافك ودوافعك هي اللي بتتغير بسرعه، فانت بتعمل ايه؟ بتعدل من البيئه اللي انت عايش فيها عشان تكون اكثر اشباع لحاجاتك ودوافعك. ممكن يشترك بعض الافراد مع الانسان في تعديل البيئه النفسيه والاجتماعيه. دي كانت اجابه السؤال بتاعنا اللي هو بتاع معنيين التوافق. طيب في سؤال تاني يا استاذ ايمن بيقول لجماعة الرفاق دور في النمو، اعرض في ضوء ما درست. السؤال مرة تانية، لجماعة الرفاق دور في النمو، اعرض في ضوء ما درست. دي العوامل المؤثرة على النمو. يبقى دوت الوحدة التانية يا استاذ ايمن اللي هي النمو والارتقاء. في عوامل طبعا كتير جدا بتأثر على عملية النمو، من ضمن العوامل ديت جماعة الرفاق اللي هم الأصدقاء، هل لها دور في التأثير على النمو ولا ملهاش دور؟ طبعا احنا درسنا قبل كده العوامل المؤثرة على النمو وقلنا ان جماعة الرفاق من العوامل المؤثرة على النمو. طب تعالوا مع بعض كده نشوف ما هي العوامل او دور جماعة الرفاق في التأثير على عملية النمو. طيب اتفضل يا استاذ ايمن. خلص استاذ محمد، هنا طبعا السؤال بتاعنا هنا بيتكلم عن جماعة الرفاق وايه معنى كلمة جماعة الرفاق؟ اللي هم مهتمين عندي او متقاربين في السن، في الميول، في النواحي الاجتماعيه، الدراسيه، الحي بتاعي، يعني في تقارب الى حد ما. يعني اللي احنا بنقولها كده الاصحاب، اصدقاء اللعب. بالظبط. او اصدقاء اللعب. تمام. هنا بقى بيعمل ايه؟ او بنقول بيأثروا ازاي؟ نخلي بالنا. بيربط بينهم علاقات روابط اجتماعيه وايضا احيانا عاطفيه. فبتأثر بشكل كبير. اول حاجه بتأثر في ايه؟ بتمثل احد الاطر المرجعيه للطفل في المرحله دي. يعني اصبح اي حاجه عايز اعرفها صح ولا خطا منين؟ من جماعه الرفاق، يعني بتاثر بشكل كبير، اطر المرجعيه ليه. ايضا عندي بتساعد على التوافق النفسي والاجتماعي للطفل. بالفعل العيل الصغير ده لما يكون معاه اصدقاء
بيبقى يعمل ايه فيها؟ عباره عن بوتقه، هو جاي من مثلا من اسره وانا من اسره، بنتعلم من بعضنا البعض، يبقى هنا بتساعد على ايه؟ على التوافق النفسي والاجتماعي. ايضا عندنا هي مصدر النصيحه والترفيه والمساعده للطفل. بيلعب مع مين؟ مع جماعه الاصدقاء. زي بيقول بقى ايه؟ شعور الطفل بانه مرفوض من الرفاق، ودي حته مهمه قوي، يترتب عليه الشعور بالوحده النفسيه وازدياد الاكتئاب وانخفاض قيمه الذات. يحدث احيانا ان الاصدقاء اللي بلعب معاهم احيانا بيرفضوا مثلا اللعب معايا لاي سبب، قد اكون اذكى منهم، قد اكون اغنى منهم، قد اكون افقر منهم، المهم انا مرفوض منهم باي شكل من الاشكال. ده بيأثر عليا نفسيا فيما بعد. ليه؟ المرحله دي مرحله تشكيل بالفعل كينونه الانسان او شخصيه الانسان، ودي من ضمن المراحل المهمة جدا، وهي مرحلة الطفولة وتأثير جماعة الرفاق في تلك المرحلة. تمام. السؤال اللي بعد كده بس أيمن بيقول معنى سؤال بيقول سمعت يقول سؤال بمعنى يمكن تنمية الذكاء البصري المكاني؟ دل بمثال. يمكن تنمية الذكاء البصري المكاني؟ دل بمثال. طب هل يا أستاذ أيمن لما يقول لي ده المثال، الطالب هيكتب مثال واحد على التنمية ولا هيكتب الثلاث أمثلة اللي عندي؟ طبعا عندي ثلاث أمثلة مهمة جدا طبعا. هو المفروض ان نقول ايه؟ دلل بالأمثلة. طبعا احنا عارفين اعزائنا الطلاب الذكاء البصري المكاني ده احد الذكاءات المتعددة عند عالم النفس جاردنر، واحنا عارفين ان جاردنر دوت طبعا دوت اول فصل عندي في الباب الاول اللي هو الذكاء، التعلم والذكاء. جاردنر قبل طبعا ما اقول ازاي ننميه، بحب بس ان انا ايه اوضح للطالب الفكره عشان يبقى عارف احنا بنجاوب ايه. ان جاردينال دوت رفض فكره الذكاء الواحد، وقال ان في حاجه اسمها ذكاءات متعدده، ودي قدرات موجوده عند كل الافراد ولكن بنسب ودرجات مختلفه، والذكاءات ديت هي اللي بتتفاعل مع بعضها عشان تكون اداء متميز، والذكاءات دوت دي يمكن تنميتها. من ضمن هذه الذكاءات اللي هو الذكاء البصري المكاني اللي هو موضوع سؤالنا دلوقتي، ازاي ننمي الذكاء البصري المكاني اللي هو الذكاء البصري المكاني قدره الفرد على ادراك العلاقات المكانيه. طيب انا عندي ثلاث طرق من خلالها اقدر انمي الذكاء البصري المكاني. اول حاجه عندي حل المتاهات، بجيب للطفل كده نظام المتاهه واخليه يقدر يحلها ويوصل للخروج، انا بعوده ان هو ايه يركز ويعرف الطريق السليم ويوصل للاخر، ده اسمه ذكاء بصري مكاني بنميه. ثاني حاجه بناء المجسمات، ممكن ان انا اخليه يعمل ايه؟ ان هو يجيب له مكعبات ويعمل اي شكل، اي مجسم لبيت لفيلا القصر المسجد لاي حاجه. وبعد كده اللي هو تركيب الاشياء، ان الاجزاء اللي ناقصه كده اركب، اللي هو مربع معين دايره يركبها وهو صغير. يبقى انا لو دربته على الثلاث حاجات دول انا عملت ايه؟ انا نميت عنده الذكاء البصري المكاني. هقولهم تاني، يبقى يمكن تنميه الذكاء البصري المكاني من خلال ثلاث حاجات: واحد حل المتاهات، بناء المجسمات، تركيب الاشياء. يبقى بكده نكون جاوبنا السؤال بتاعنا اللي هو كيف يمكن تنميه الذكاء البصري المكاني. تمام. السؤال اللي بعد كده معانا يا استاذ ايمن بيقول النقوص هو ارتداد الى اساليب توافق قديمه، دلل بمثال. السؤال مره ثانيه، النقوص هو ارتداد الى اساليب توافق قديمه، دلل بمثال. طبعا النقوص دوت من الاساليب الغير مباشره للتوافق، الاساليب الغير مباشره للتوافق. انا عندي اساليب مباشره واساليب غير مباشره، دي اسمها الحيل الدفاعيه والاساليب غير مباشره. طب يا استاذ ايمن لو جينا نجاوب ايه المقصود بيقول ده المثال، نعرف النقص. طبعا احنا نخلي بالنا بيجي لي في اخر السنه لازم يجي لي ممكن واحده او اثنين من الحيل الدفاعيه اللا اراديه لا مباشره، نسميها ايه؟ حيل دفاعيه لا اراديه لا شعوريه. هنا يا استاذ ايمن في امتحان السودان جايب سؤالين على الاساليب الغير مباشره. تمام. نقطتين، والسنه اللي فاتت عندنا في مصر في الامتحان بتاع مصر السنه اللي فاتت كان جايب برضه سؤالين على الاساليب غير المباشره. تمام. فنركز جدا اعزائنا الطلاب على الاساليب الغير مباشره للتوافق. فيها نقطة أساسية وأحيانا نقطتين، أو زي ما عمل السنة اللي فاتت في مصر جاب نقطتين على الأساليب غير المباشرة في الامتحان، والسنة دي في السودان جاب نقطتين على الأساليب غير المباشرة، فنركز عليها كويس جدا رغم إن هي يمكن بتكون صفحة واحدة بس شوف فيها إيه عليها ممكن ست درجات، لو جاب نقطتين يبقى أنا عندي ست درجات. الطالب الذكي بقى يحفظ الصفحة دي كويس ممكن إن هو يقدر يكسب منها كام درجة؟ ست درجات في الامتحان. فركزوا على الأساليب طبعا غير المباشرة زي ما هنقول دلوقتي الإجابة. اتفضل يا سعيد. تمام. طبعا استاذ محمد هنا بنقول على السؤال بتاع النقوص أحد الأساليب غير المباشرة اللي بنسميها حيلة دفاعية لا إرادية. هو السؤال بيقول هو ارتداد لأساليب توافق قديمة دلل بمثال. هنا عندنا بنقول طبعا هي حيلة دفاعية لا شعورية، هو ارتداد الفرد إلى بعض أساليب التوافق القديمة التي كانت تشبع رغباته وتحقق أهدافه في مراحل نموه السابقة على الرغم من انه تعدى هذه المرحله. مثال قدامنا هنا بيقول المثال
عودة الفرد للتدخين بعد إقلاعه عنه. طبعا نخلي بالنا النكوص أحد الحالة الدفاعية لا إرادية لا شعورية يلجأ للفرد ليه؟ عشان يبدأ يتغلب على التوافق النفسي والاجتماعي اللي هو كان موجود عنده أو مش موجود أو عنده إحباط أو عنده صراع ولذلك عايز إيه؟ يبدأ يتغلب عليه، فبيعمل الحيلة الدفاعية دي عشان يقدر يتغلب عليه. بيرجع بقى بإيه؟ بيرجع بسلوكه المراحل السابقة. طب واحد يقول يا أستاذ معلش المثال ده الوحيد، أنا عندي أمثلة ممكن الطالب يجيب أمثلة من عنده كثيرة جدا، لا يلتزم بس بالمثال بتاع الكتاب أو حتى اللي قدامنا، المهم يكون مثال صحيح. ده بالنسبة للنكوص كأحد الحيل الدفاعية لا إرادية لا شعورية. تمام. أستاذ محمد معانا هنا بنقول سؤال تاني، القراءة بالفهم تيسر لك الكثير من التعلم. القراءة بالفهم تيسر لك الكثير من التعلم. أكد صدق العبارة. طبعا إجابة السؤال ده أيمن هيتضمن إيه يا أستاذ أيمن؟ ده طبعا اللي هو أساس من أسس الاستذكار الفعال. أنا عندي في الوحدة الأولى في علم النفس اللي هي مبادئ التعلم الجيد فيها وأسس الاستذكار اللي هو يعتبر الفصل الأخير في الوحدة الأولى. في جزئيتين، في جزء عن المبادئ وجزء عن الأسس. احنا دايما بيجي لنا نقطه في الجزء دوت، يعني النقطه دي بيجي لنا مبدا من مبادئ التعلم، لا يجي لنا اساس من اسس الاستذكار. فده هنا جه لي اساس من اسس القراءه اللي هو اخر واحد اللي هو رقم 4 اللي هو ايه؟ استخدام العادات الجيده في القراءه. فالسؤال ما جاش مباشر يا استاذ ايمن، خد بالك جه من ايه؟ جه من مقدمه بتاعه الاسس ديت اللي هي القراءه بالفهم تيسر لك الكثير من التعلم. دلل بمثال او اكد صدق العباره. انا عندي طبعا لما اجي اخر اساس من الاسس عندي ركز اللي هو ايه؟ اللي هو استخدام العادات الجيده في القراءه او استخدام طرق القراءه الجيده، هو اسمه استخدام طرق القراءه الجيده. انا عندي 4 عناصر. اول حاجه يقول لي استعراض الماده استعراض عام قبل الدراسه التفصيليه، دي 1. 2 البحث عن المبادئ العامه قبل التفاصيل او اللي بتندرج تحتها التفاصيل. 3 الايقاع الجيد لحركه العين على الكلمات المطبوعه وانت بتقرا كده عينك على الكلمه. واخر حاجه عندي بقى اللي هي الربط بين المعلومات القديمه والجديده، ان انت بتذاكر درس معين وانت بتذاكر الدرس دوت لو هو في حاجه مشتركه بين دروس خدتها قبل كده اعمل عمليه ربط. لو انت عملت ال4 حاجات دول يبقى انت كده استخدمت العادات الجيده في القراءه او استخدمت طرق القراءه الجيده. وده يبقى اجابه السؤال بتاعنا، هنقوله مره ثانيه سريعا. 1 استعراض الماده استعراض عام قبل الدراسه التفصيليه. 2 الربط بين المعلومات الجديده والقديمه. البحث عن المبادئ العامه اللي بتندرج تحتها التفاصيل. استخدام العادات الجيده في القراءه اللي هو الايقاع الصحيح لحركه العين على الكلمات المطبوعه. ده كان اجابه السؤال بتاعنا. في سؤال ثاني بقى بيقول حدد الصواب والخطا مع التعليل. ده يعتبر السؤال الثالث في اللي هو امتحان السوداني اللي هو 4 نقاط صح ام خطا مع التعليل. يبقى ال4 نقط اللي هنقولهم اللي جايين دول يا استاذ ايمن كلهم حدد الصواب والخطا مع التعليل. طبعا. اول نقطه عندي في حدد الصواب والخطا بيقول ايه؟ يعد كل تغير في الاداء تعلما. السؤال مره ثانيه، يعد كل تغير في الاداء تعلما. بطبيعي الحال العباره دي يبقى صحيحه ولا خاطئه يا استاذ ايمن؟ طبعا خطا. خاطئة. تمام، تعليلنا يكون ايه بقى؟ خلاص يا استاذ محمد، هنا طبعا هنا بيتكلم عن جزء مهم جدا في الماده هو تعريف التعلم. هو عباره عن تغير شبه دائم في الاداء او في السلوك نتيجه للخبره او الممارسه. لو احنا خدنا التعريف ده الاجابه بتاعتنا عباره عن شقين. الشق الاول بيقول ان التعلم تغير شبه دائم. يبقى اي تغير مؤقت يبقى مش تعلم. تمام. ادي اول حاجه، اي تغير عندي مؤقت لا يعتبر تعلم. زي كده ايه؟ زي واحد مثلا ربنا عافينا جاله حاله صداع مفاجاه، مغص مثلا، تعب، ملل، دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن حالات مؤقته بتزول بزوال الوقت او الموقف. يعتبر لا ايه؟ لا تعتبر تعلم. ادي اول جزئيه، يبقى التعلم تغير شبه دائم، اما الحالات المؤقته ليست تعلم. طب اخر جزئيه عندي في التعريف بتاع التعلم بنقول نتيجه خبره او ممارسه. نجد احيانا بعض التغيرات لا تعتبر تعلم، زي كده التغيرات الايه؟ البيولوجيه الطبيعيه، زي العيال الصغير الطفل الصغير اللي كان بيحبو واصبح دلوقتي بيمشي، ده عباره عن ايه؟ عباره عن تغير ولكن لا يعتبر تعلم. قدامنا عشان هنا الاجابه بنقول التعلم تغير شبه دائم، تعني ان السلوك الذي تم تعلمه له صفه الدوام. اذا ليس كل تغير في الاداء يعتبر تعلما. هي دي بقى الجزئيه أيوة اللي هي رد على المقدمه السؤال بتاعنا بالزبط. اللي هو كل تغير في الاداء تعلم، بيقول لا ليس كل تغير في الاداء تعلم. تمام تمام، ولكن ممكن نعكسها نقول ايه بقى؟ كل تعلم هو تغير. تغير كل تعلم هو تغير، وليس كل تغير هو تعلم. وابتدي بقى اديله الجزئيتين يا عيني.
تمام. اتفضل يا سيد. هنا بنقول طبعا فالنمو والتعب يؤديان الى تغير في الاداء، ولكن هذه التغيرات لا تعتبر تعلم. زي كده بنقول ايه؟ التغيرات الناتجه عن التعب لا تعتبر تعلم، لان التعلم تغير شبه دائم لا يزول سريعا، لكن التعب يزول بمجرد الراحه. عندي المثال الثاني اللي بيرد بقى على الجزئيه بتاعه التغير نتيجه الخبره والممارسه. بيقول التغيرات الناتجه عن النمو لا تعتبر تعلم، لانها ليست ناتجه عن الخبره او الممارسه، ولكنها نتيجه عوامل بيولوجيه يعني طبيعيه خارجه عن اراده الفرد. ده بالنسبه لاجابه السؤال بتاعنا اللي بيتكلم عن الصواب او الخطا. يعد كل تغير في الاداء تعلم، العباره كانت خطا. استاذ محمد ننتقل الى سؤال اخر. السؤال بيقول يكتسب طفل الرضاعه بعض الصفات الايجابيه. يكتسب طفل الرضاعه بعض الصفات الايجابيه، العباره صح ام خطا مع التعليم؟ العباره طبعا صحيحه، اللي هو الصفات الايجابيه التي يكتسبها الطفل في مرحله الرضاعه. مرحله الرضاعه ديت اول سنتين في حياه الطفل، بيكتسب الطفل في نهايه السنتين دول ايه؟ قال لي بيكتسب في السنه الاولى الاستقلاليه. السنه الاولى الاستقلاليه، الثقه في النفس. في السنه الاولى الثقه في النفس، في السنه الثانيه الاستقلاليه. يبقى في صفتين بيكتسبهم في مرحله الرضاعه، اللي هو الثقه في النفس والاستقلاليه، دول في السنه الاولى وفي السنه الثانيه. يبقى في السنه الاولى بيكتسب ايه؟ ثقه في النفس بعد اول سنه، تاني سنه الاستقلال. طب ده بيجي نتيجه ايه يا استاذ ايمن؟ قال لي بيجي نتيجه الحب والاهتمام. يعني الطفل لو لقى رعايه في البيت مناسبه في الاسره كده، لقى تقبل، لقى نوع من الحب، لقى حب، نوع من الاهتمام، هيكتسب الصفتين دول في اول سنتين، الثقه في النفس والاستقلال. اول سنه بيكتسب الثقه بالنفس، تاني سنه بيكتسب الاستقلال. طب قلنا دوت اذا توفر ايه؟ يعني بيحطيت لي الشروط برضه يا سايمون، اذا توفر نوع من الاهتمام، نوع من الرعايه، نوع من الحب، يبتدي الطفل يعمل ايه بقى؟ يبتدي ان هو يثق في الاخرين، يبتدي ان هو ينظر للمستقبل بتفاؤل، يبتدي ان هو يهيئ لاقامه علاقات اجتماعيه سليمه. كل دي صفات ايجابيه يكتسبها الطفل في اول سنتين من حياته، اللي هي اسمها مرحله الرضاعه. بس دوت بشروط. ايه هي الشروط؟ ان يكون في نوع من الحب، نوع من الاهتمام، نوع من الرعايه من الاسره. والله توفرت الشروط دي، جميل جدا، هيبتدي الطفل يكتسب الصفات اللي احنا قلناها ديت. هقولها تاني سريعا. رقم واحد في السنه الاولى بيكتسب ايه؟ الثقه في النفس. في السنه الثانيه يكتسب ايه؟ الاستقلال. توفرت الظروف دي وفضلت تمام ماشيه مع الطفل حب والاهتمام، هيعمل ايه؟ هيبقى يثق في الاخرين. هيعمل ايه؟ هيبص للمستقبل بتفاؤل. ايه تاني؟ هيهيئ لاقامه علاقات اجتماعيه سليمه. دي الصفات الايجابيه التي يكتسبها الطفل في مرحله الرضاعه. ده كان السؤال بتاعنا، ودي كانت الاجابه بتاعت السؤال. تعال نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. بيقول يعد التقمص مرادفا للاسقاط. شفت السؤال جاي على ايه؟ على الحيل الدفاعيه تاني. يبقى ده تاني سؤال على الحيل الدفاعيه. تمام. يعد التقمص مرادف للاسقاط. التقمص ده حيله دفاعيه، الاسقاط ده حيله دفاعيه اخرى. هل الطالب بقى لازم يكون ذكي؟ هل التقمص بنفس معنى الاسقاط؟ ما هو مرادف يعني ايه؟ ما هو الطالب ممكن، هو الفكره ان الكلمه اللي ممكن توقعه، مرادف يعني بنفس المعنى. طبعا طبيعي دي حيله مختلفه عن دي، مش مرادفه لدي، يبقى بالتالي اقول عباره خطا. ده التقمص حاجه والاسقاط حاجه ثانيه خالص. السنه اللي فاتت في امتحان مصر كان جايب نفس السؤال دوت بس بطريقه مختلفه. نفس السؤال، نفس الحيلتين، بس السؤال كان بطريقه مختلفه. كان بيقول ايه؟ هات حيلتين دفاعيتين مالهم، بص، متضادتين عكس بعض واشرحهما. هنا يجي يقول لي مرادف، ده عكس السؤال. مرادف يعني بنفس المعنى. ده هو كان يقول لي ايه ده؟ لا، ده دول عكس بعض، التقمص عكس الاسقاط. يبقى بالتالي العباره بس ايمن، العباره طبعا خطا. العباره خاطئه. اتفضل يا سعيد. خلي بالنا هنا طبعا العباره خطا، وهنا هنبدا الطالب يشرح الاثنين. هيشرح عندي هنا الاسقاط والتقمص، او العكس، التقمص والاسقاط. بدايه بنقول التقمص دي عباره ثابته، حيله دفاعيه لا شعوريه لا اراديه. ليه الشخص بيلجا ليها؟ عشان يعتبر هنا بيحاول بقدر الامكان ان يتغلب على خفض التوتر النفسي الناجم من الاحباط او الصراع. طب يعمل ايه؟ قال لك هنا بقى بيتحلى ببعض الصفات والخصائص اللي بتتسم بايه؟ بشخص اخر. يعني عندي هنا اهو بيبدا في حاجه عند شخص تاني حلوه مش عندي، بحاول اجيبها عندي. زي ما كله بيتكلم بالبلدي، بيتقمص دور مش دوره. مثلا يتقمص دور لاعب، دور فنان، دور رئيس جمهوريه. ليه؟ عشان هو ما عندوش، هو عايز يبقى كده ولكن ما عندوش الامكانيه يبقى كده. يبقى اصبح ده عنده احباط من الشيء اللي مش قادر يوصل له، او الهدف مش قادر يوصل له. ده اسمه التقمص. يبقى تقمص ايه؟ تقمص دور غير دوره، تحلى بصفات ايجابيه، خلي بالك، صفات ايجابيه في بعض الاشخاص الاخرين.
عايز استاذ محمد بقى مين؟ عكس الاسقاط. تمام. يبقى زي ما حضرتك اشرت كده قلت يا استاذ ايمن، قلت التقمص هو ايه؟ تحلي صفات شخص اخر. يعني بس صفات ايجابيه بقى. انا هتحلى بيها، هقلدك في كل حاجه. انا دلوقتي معجب بشخص معين، هلبس زيه، هبتدي ان انا اقلده في كل حاجه. بس ناخد اول تليفون معانا يا استاذ ايمن وبعد كده نكمل. فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. عايز اشارك. اتفضلي اتفضلي شاركي. اتفضلي. عن التقمص؟ لا انت عايزه تشاركي ولا عندك اسئله؟ لا عايزه اشارك. عايزه تشارك مفيش مشكله، عايزه تشارك في الاجابه. بس يا ريت افضل لو عندك اسئله عشان نفيد بقيه زمايلنا يعني. اتفضلي. طب سريعا كده قول لنا ايه المقصود بالاسقاط؟ الاسقاط هو حيله يلجأ اليها الانسان حين يلصق عيوبه او نقائصه او فشله بالاخرين، هو بذلك وسيله لانكار وجوده في هذه العيوب. ومن الاسقاط ينسب المرء اخيرا مسؤوليات الافعال التي يؤديها ويبررها بانها مثال الشخص الذي يشعر بالكراهيه نحو شخص اخر يتهمه بانه يضمر له العداء. تمام يا نورة، بنشكرك يا نورة على مشاركتك معانا، ولو معاك اسئله يا نورة احنا بنستنى مداخلتك في الاسئله. شكرا يا نورة. شكرا. نرجع نكمل. احنا قلنا ان في فرق بين حيله التقمص وحيله الاسقاط، الاثنين عكس بعض، يبقى ما ينفعش دي مرادف دي. يبقى زي ما اتفقنا كده في بدايه السؤال ان العباره دي عباره خاطئه، وقلنا التقمص ان انا بتحلى بصفات شخص ما بقلده في كل حاجه. طب الاسقاط بقى ايه؟ الاسقاط هو عكس التقمص، هو عكس التقمص. انا هناك كنت باخد صفاتك، لا ده انا هاخد الصفات الوحشه اللي عندي وارميها عليك. شفت انا عملت ايه؟ انا كنت باخد صفاتك واحطها عندي، اقول الصفات دي فيا او احاول ان انا اقلدها، يبقى انا كده عملت ايه؟ خدت صفاتك. لا الاسقاط بقى عكس. شوف اسقاط يعني بص حاجه عندي سبتها كده سقطت، هي بقى في عيوب عندي، في نقائص موجوده عندي، انا هقول ان النقائص والعيوب اللي عندي دي مش عندي، ده هي عندك انت الصقتها فيك، يبقى شوف اسقط، يبقى دي عكس دي خالص. عشان كده اجابتنا كانت بتقول ايه؟ مرادف. اقول له لا مش مرادف، ده عكس، حالتين عكس بعض. حالتين عكس بعض. في حاله الاسقاط ان النقائص اللي موجوده عندي او العيوب اللي موجوده عندي انا هلصقها في شخص اخر، ليه؟ عشان اتبرأ منها، عشان اقول ان انا مش انا بعملها. يعني لو انا بكره شخص معين ايه؟ حاول ده بيكرهني، ده هو بيعمل لي مشاكل، ده هو كذا، رغم ان يكون انا اللي بعمل كده، فانا بحاول ان انا الحاجه اللي موجوده عندي من كده. او واحد بخيل يوصف الاخرين بالبخل، يبقى الصفات اللي موجوده عند شخص معين اللي هي السيئه يحاول ان هو يلصقها بالاخرين، يبقى دوت اسمه اسقاط. يبقى دول حالتين دفاعيتين عكس بعض. تمام. السؤال اللي بعد كده يا استاذ ايمن، استاذ محمد عندنا سؤال بيقول تعد القيم، تعد القيم أكثر عمومية وشمول من الاتجاهات. تعد القيم أكثر عمومية وشمول من الاتجاهات. طيب السؤال هنا بيقول لي صح أم خطأ مع التعليم؟ وظهر الشيخ أستاذ محمد هنا العبارة بالفعل عندنا العبارة صحيحة. معنى الكلام ده إيه؟ هنا بقى بيربط لي ما بين القيم والاتجاهات في حاجة عندي هنا من خصائص القيم. نخلي بالنا في الماده عندنا مفيش حاجه اسمها الفرق والقيم والاتجاهات، مش واضحه بشكل مباشر، يعني مش عنوان في الكتاب او الكتاب المدرسه او في المنهج الفرق بينهم، لا، بس انا عندي حاجه اسمها ايه؟ خصائص القيم. تمام. من ضمنها الجزئيه دي ان القيم اكثر عموميه وشمول من الاتجاهات. استاذ محمد عندي العباره هنا العباره صحيحه. صحيحه طبعا. لو جينا نبص اعزائنا الطلاب ان اول نقطه عندي بتقول في خصائص القيم ايه؟ ان القيم اكثر عموميه وشمول وتجريد. ثلاث كلمات اهم، اكثر عموميه رقم واحد، شمول تجريد من الاتجاهين. تعال ناخد مثال يوضح لنا النقطه دي. موقف الفرد من دراسه علم النفس ده اتجاه، يجي طالب يقول لك ايه انا بحب علم النفس جدا، ويبقى اتجاهه ايجابي نحو علم النفس. يجي طالب تاني يقول لك ايه انا ما بحبش علم النفس دوت، انا مش عارف ان انا اذاكره خالص، يبقى ده اتجاه اللي هو ايه بيحب او بيكره، ده اتجاه. القيمه مش كده، القيمه اعم اشمل. ازاي؟ قال لي بقى ايه موقف الفرد من العلم وتأثيره على تحقيق تقدم المجتمعات، ده اسمه قيمة. بص هو موقفه من العلم عامة وتأثير العلم ده في تحقيق التقدم، في تحقيق النهضة. يبقى شفت أنا بتكلم في إيه بقى؟ مش بتكلم على علم النفس وبحبه ولا بكرهه، لا ده أنا بقول العلم له دور مهم جدا في تحقيق تقدم المجتمع، العلم له دور مهم جدا في تحقيق النهضة، وإن الدول ما بتتقدمش إلا بالعلم. يبقى أنا كده بتكلم على إيه؟ على قيمة العلم في تحقيق التقدم، قيمة العلم. يبقى فين شفتوا الفرق؟ بين الاتجاه والقيمة. عشان كده قلنا في الأول إيه؟ إن القيم أكثر شمول وعمومية وتجريد من الاتجاهات. تمام. دي نقطة وخدنا عليها المثال. النقطة الثانية بيقول لي إيه؟ القيم أكثر ثباتا وأقل عرضة للتغيير. القيم أكثر ثباتا. الاتجاهات بتتغير والقيم بتتغير بس هين اللي بتتغير بدرجة أقل. ثبات عالي، القيم ثبات عالي. القيم بتبقى ثابتة نسبيا أكتر من الاتجاهات.
تالت حاجة بقى ان القيم دايما بتنطوي على جانب ايجابي، في حين ان الاتجاه ممكن يبقى اتجاه ايجابي او سلبي. يعني دايما لما يكون حاجة لها قيمة بالنسبة لي تبقى حاجة كويسة، فالقيم دايما ايجابية عند الفرد. قيمة العلم، قيمة الاخلاق، قيمة الصدق، انا بتكلم على حاجات كلها ايجابيه. لكن بقول لك اتجاهك، تقول لي انا بحب انا بكره، انا بميل انا ما بميلش، يبقى الاتجاه ممكن يبقى ايجابي وممكن يبقى سلبي. يبقى في فرق بين القيم وبين الاتجاهات. احنا كده قلنا خصائص الاتجاهات. تمام ماشي يا صاحبي. في سؤال بقى بعد كده بيقول علم اجتماع بقى. احنا بكده نكون خلصنا الاسئله بتاعت علم النفس. اول سؤال في علم الاجتماع بيقول لي حدد الرؤى المتعلقه بالثقافه. حدد الرؤى المتعلقه بالثقافه، ده سؤال على الوحدة التانية اللي هي بتتكلم فيها تلقى فيها أربع فصول، فيها علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى، وفيها الثقافة، وفيها ثقافة العمل التطوعي، وثقافة العمل الحر. أول سؤال عندي جاي على الثقافة اللي يعتبر الفصل الثاني من الوحدة الثانية. سعيد بالظبط. حدد الرؤى المتعلقة بالثقافة. احنا عندنا كام رؤية متعلقة بالثقافة؟ عندي ثلاثة. ثلاثة، اتفضل يا أستاذ. هي طبعا بنقول هنا الرؤى المتعلقة بالثقافة يعني وجهة النظر أو رؤى الناس أو رأيهم في العلماء. يعني الثقافة. تمام. هنا بقول أول حاجة الثقافة كبناء من المعرفة. في ناس بيشوفوها من الجانب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تراكم للمعلومات. بعض الناس شايفين ان كل ما الانسان عنده تراكم للمعلومات دي ثقافته، او كل ما كان المجتمع او الشعب عنده تراكم كم هائل من المعلومات يبقى عنده جانب من الثقافة او هذه الثقافة. يبقى اول رؤى من جانب البناء من المعرفة عبارة عن ثقافة، عبارة عن تراكم معلومات. طب عندي رؤى تانية، الثقافة بقى كبناء من المفاهيم الأساسية، ده زاوية تانية. شايف الثقافة عبارة عن إيه؟ قال لك الثقافة دي هي التي يفهم بها الأشخاص العالم الذي يعيشون فيه. برضو قريب من الأولانية ولكن من جانب آخر أو زاوية تانية، كلها عبارة عن ثقافة. الرؤى الأخيرة الثالثة، الثقافة كبناء من المفاهيم المرتبطة مع الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص. هذه الرؤى الثالثة في الثقافة أو الرؤى المختلفة في موضوع الثقافة. تمام. في سؤال تاني بيقول يعد العامل النفسي من عوامل التعاون الاجتماعي، دلل بمثال. سؤال مرة تانية، يعد العامل النفسي من العوامل المؤثرة في التعاون الاجتماعي، دلل بمثال. طيب لو جينا بصينا على السؤال دوت، السؤال دوت طبعا من الوحدة الأولى اللي هو التعاون الاجتماعي اللي هو الجزء بتاع العمليات الاجتماعية. أنا عندي طبعا عدة عوامل للتعاون، عندي ثلاث عوامل، عندي العامل البيئي، العامل العقائدي والروحي، العامل النفسي. السؤال ما قاليش ايه هي عوامل التعاون، امال حدد لي عامل والمفروض ان انا اشرحه، عشان في بعض الطلبه بتذاكر عناصر يقول لك عامل التعاون واحد عامل كذا وعامل طب ما السؤال مش جاي لك يقول لك ايه هي عوامل التعاون، لا ده مطلوب مني جاب لي عامل على الشرح، فانا لازم اركز على الشرح كويس. العامل النفسي يبقى هو جاب لي عامل من الثلاث عوامل، انا قلت في كام عامل للتعاون؟ ثلاثه، واحد عامل بيئي، رقم اتنين عامل عقائدي وروحي، رقم ثلاثه عامل نفسي. ايه بقى العامل النفسي اللي مطلوب ان انا اشرحه؟ ده السؤال. هنا ايه هو بقى العامل النفسي؟ العامل النفسي ده بيقول ايه؟ ذهب علماء النفس الى ان رغم ان التعاون عمليه اجتماعيه ان هو بيرجع لعوامل نفسيه. رغم ان التعاون عمليه اجتماعيه لكن في ليه دوافع نفسيه. ايه بقى؟ الانسان زي ما عنده الانانيه عنده الغيريه. يعني كل انسان بيحب نفسه وبيحب يعمل مصلحته، بس برضه زي ما هو بيبقى حريص على ان هو يقدم مصلحته بيبقى حريص على ان هو ايه؟ يقدم مصلحه الاخرين، ده مين؟ ده الانسان السوي. فالتعاون هنا بيرجع لايه؟ بيرجع لعوامل نفسيه موجوده لدى الفرد داخل الفرد، وده يظهر في حرص الانسان السوي على ان هو يقدم مصلحه الاخرين زي ما بيبقى حريص على ان هو يقدم مصلحته. يبقى انا بتعاون معاك ليه؟ دي حاجه من جوايا كده، حاجه نفسيه، انا بحب اتعاون مع الاخرين، انا بحب زي ما بعمل حاجتي ان انا برضو اساعد الاخرين في قضاء حوائجهم، يبقى ده عامل نفسي. يبقى كده العامل النفسي احد عوامل التعاون الاجتماعي زي ما شرحنا. طيب في سؤال تاني يا استاذ ايمن بيقول يساهم البحث العلمي في عمليه التنميه، بين بالامثله. طيب اتفضل يا استاذ ايمن. طيب هنا السؤال بتاعنا بيقول يساهم البحث العلمي في عمليه التنميه بين بالامثله. قدامنا شاب هنا بتقول لي بقى البحث العلمي ايه بقى اهميته في البحث العلمي او التنميه في المجتمع؟ اول حاجه طيب استاذنك يا استاذ ايمن ناخد التليفون ده ونكمل. اتفضل. السلام عليكم يا نور، اتفضل معانا. انا مستمعه معايا سؤال. اتفضلي اتفضلي يا نور. الانتقال الموجب للتعلم من مواد التعلم الجيد، برن بمثال. الانتقال الموجب للتعلم من مبادئ التعلم الجيد، من مبادئ التعلم الجيد، برهن بمثال. طب في اسئله تانية يا نور؟ لا، وفي بتاع بعض المفاهيم الاساسيه مرتبطه بنظريه الكلاسيكيه دي، التعلم الشرطي الكلاسيكي، المثير الشرطي والمثير الطبيعي والاستعاره الطبيعيه. مش فاهمهم يا مستر ده.
حاضر، هنجاوبهم لك سريعا كده يا نور. طيب اسمعي معانا بقى عن طريق التلفزيون. ماشي. ايمن، السؤال بتاع نور بيقول الانتقال الموجب من مبادئ التعلم الجيد. الانتقال الموجب من مبادئ، برهن بمثال. هو طبعا هنقول ايه اللي هو قابليه تعلم الانتقال. تعلم موضوع معين يا نور ممكن يفيدك في تعلم موضوع اخر. مثال ايه بقى؟ هو ان انت درستي مثلا درس في علم الجيولوجيا عن ايه؟ عن التلوث، وجيتي درستي درس في علم الاجتماع عن التلوث. ايه اللي بيحصل؟ لو انت فهمت الدرس في علم التلوث ده في علم الجيولوجيا كويس، هيساعدك في ان انت تفهمي الدرس بتاع علم الاجتماع عن التلوث. يبقى انتقال كويس بقى. بس لازم يتوفر شرطين عندي هنا نور عشان يحصل انتقال. لازم ان انا اكون فاهم الدرس، ولازم يكون في عناصر مشتركه بين الدرسين. امال لما اتعلم هينتقل ازاي؟ لو انا مش فاهم وبحفظ، هقدر اربط؟ مش هقدر اربط. هقدر ان انا استفيد من الدرس القديم، درس جديد؟ مش هقدر. فلازم اعمل ايه يا نور؟ لازم اكون فاهم الدرس كويس. دي نقطه. النقطه الثانيه لازم يكون ايه؟ لازم يكون في نوع من التشابه، لازم يكون في عناصر مشتركه. التلوث هنا والتلوث هنا في وجه شبه؟ في وجه، في عناصر مشتركه. يبقى انا كده، يبقى كده حصل الانتقال الموجب للتعلم. طيب بس ايمن، هي عايزه الموجب هي في المنهج اسمها قابليه التعلم الانتقال. هي تمام. بس ايمن، المفاهيم بتاع نظريه التعلم الشرطي يا نور مش فاهماها. طبعا هي سهله جدا. عندنا طبعا هي بعض المفاهيم المرتبطه بالتعلم الشرطي الكلاسيكي او التقليدي بتاعت بافلوف. هنا بيقول فيها ايه؟ انا عندي بعض المصطلحات. مثلا بنقول في مثير طبيعي، ميم ط. ايه معنى مثير طبيعي؟ الطعام من طبيعته تخلي لعاب الانسان او الحيوان يجري سنان اللعاب. ده ميم ط، المثير الطبيعي. طيب عندي هنا اي مثير طبيعي لاستجابه طبيعيه. يعني عندي هنا الاستجابه الطبيعيه سين برضو ط، اللي هي ايه؟ سنان اللعاب. طيب انا عندي في مثير محايد ما عندهاش ليه رمز هنا في المنهج. المثير المحايد هو عباره عن صوت الجرس قبل اقترانه بالطعام. طب انا عندي بعد كده في مثير بقى شرطي اللي هو كان صوت الجرس بس اقترن بالطعام، اصبح اسمه ايه؟ مثير شرطي، ميم شين. طيب هنا عندي بقى المثير الشرطي لما اقترب بالمثير الطبيعي اصبح الاستجابه هي نفس الاستجابه، يبقى سين شين استجابه شرطيه سنان اللعاب بعد سماع صوت الجرس. ده المصطلحات. سيلان اللعاب نتيجه سماع صوت الجرس ده اصبح استجابه شرطيه. بالظبط. انما في الاول سيلان اللعاب كان نتيجه تقديم الطعام، دي استجابه طبيعيه. يبقى تقديم الطعام دوت مثير طبيعي، سيلان اللعاب نتيجه تقديم الطعام دوت استجابه طبيعيه. طب بعد كده صوت الجرس ده مثير شرطي بعد ده بعد اقترانه طبعا بالمثير الطبيعي، سيلان اللعاب نتيجه صوت الجرس دي اسمها استجابه شرطيه. انما صوت الجرس قبل ما نحصل نعمل التجربه كلها قبل ما نقترن الطعام ده كان اسمه مثير محايد. يعني ايه؟ كان لسه صوت الجرس عادي بالنسبه للكلب، ما كانش بيدي اي استجابه، لكن لما عملت اقتران بين تقديم الطعام وصوت الجرس تحول صوت الجرس دوت لمثير شرطي بعد كده لما تم اقترانه. دي كانت اللي هي الاجابه بتاعت اسئله نور. طب ايمن، كنا بنتكلم عن سريعا كده اللي هو دور البحث العلمي في عمليه التنميه. تمام. هي طبعا اول حاجه بنقول هنا ايه؟ تقديم المشوره والحلول العمليه للمشكلات التي تواجه المجتمع. ادي اول حاجه قدامنا. تاني حاجه نقل التقنيه الحديثه وتطويرها لخدمه اغراض التنميه. ادي الاسهام الثاني اللي بيسهم فيه البحث العلمي في عمليه التنميه داخل المجتمع. الاسهام الثالث ربط البحث العلمي باهداف الدوله وخطط التنميه. الحته اللي بعديها والاسهام الرابع البعد عن الازدواجيه والتكرار والاستفاده من الدراسات السابقه. اخر جزئيه في الاسهام تنميه جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على اجراء البحوث الاصيله ذات المستوى الرفيع. ده بالنسبه لاجابه السؤال بتاعنا اللي بيتكلم عن البحث العلمي وكيف يسهم في عمليه التنميه داخل المجتمع. ناخد احمد اسايمن قبل ما ناخد السؤال الجديد. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام. ازيك يا مستر؟ الله يسلمك يا احمد. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازيك يا مستر ايمن؟ الحمد لله بخير والله. ازيك يا احمد؟ معاك اسئله احمد؟ كان عندي سؤال بيقول حدد صواب او خطا العباره التاليه مع التعليل يتوقف تاثير الخطاب الفضائي على المجتمع بالطريقه التي يتم التعامل بها. جميل. العباره الصحيحه يا احمد ده بيتوقف على طريقه التعامل، ففي من الخطاب الفضائي من زاد من تقدم المجتمعات، وفي من اعاق هذا التقدم وهدم القيم والعادات بتاعه المجتمع. ماشي يا احمد. ماشي. في اسئله ثانيه معاك؟ ضمن حاجه بقى يا احمد، ضمن اليات العولمه هنا عندي اللي هو ايه؟ الفضائيات. الفضائيات بيتكلم عن جزء من الفضائيات، هتلاقي عندك جايب تقديم موجوده فيه. ماشي. شكرا على الاتصال. شكرا، مع السلامه. استاذ محمد، عندي هنا سؤال بيقول ايه بقى؟ للتفاعل الاجتماعي، سؤال بيتكلم عن التفاعل، للتفاعل الاجتماعي اهميه كبيره، اكد صدق العباره. طبعا للتفاعل الاجتماعي اهميه على الفرد وعلى الجماعه وعلى المجتمع. تمام. السؤال دوت جاي منين؟ جاي من الفصل الثاني في الوحده الاولى اللي هو ايه؟ اللي هو بيتكلم على التفاعل والعمليات الاجتماعيه.
فالتفاعل الاجتماعي طبعا ليه تأثير مهم جدا. أهمية لمين؟ أهمية على الفرد، أهمية جماعة، أهمية على المجتمع. أول حاجة التفاعل الاجتماعي بيعمل إيه؟ التفاعل الاجتماعي بيساعد على الفرد إيه؟ بيساعد الفرد على الضروري إشباع الحاجات الاجتماعية، إشباع حاجاتك الاجتماعية. اتنين، بيساعد الجماعة على استمرارها وبقائها، إحنا كأسرة في تفاعل بيننا، الأسرة هتستمر، الأسرة هتبقى، الأسرة فعال. رقم ثلاثة، إن التفاعل ده ليه نتائج إيجابية على شخصية الفرد في مختلف مراحل حياته. شكل التفاعل العلاقات دي بتاثر على شخصيتك وانت صغير وانت كبير في مختلف مراحل حياتك. رابع حاجه بقى، من التفاعل دوت بيساعد على تحقيق تماسك المجتمع وحدته. امتى؟ لو جه وفق قوانين وقيم متفق عليها. طالما التفاعل دوت بين المجتمعات في قوانين متفق عليها وبيتم التفاعل من خلالها، بيساعد على تحقيق تماسك المجتمع وحدته واستقلاله. ده بالنسبه لاهميه التفاعل الاجتماعي. طيب في سؤال بعد كده، سؤال من بيقول حدد مهمه النظريه في ترشيد التطبيق. حدد مهمه النظريه في ترشيد التطبيق، برضه سؤال من الوحده الاولى اللي هو بيتكلم عن النظريه الاجتماعيه. تمام. النظريه الاجتماعيه فضل. اول حاجه عندنا بيقول لنا ايه هدف العلم النهائي؟ اي علم في الدنيا هو التطبيق عن طريق السيطره على الطبيعه وتسخيرها. جميل. ازاي؟ قال لك دور النظريه ترشيد اي توجيه التطبيق في مختلف مجالات الحياه. نخلي بالنا النظريه مهمه جدا في ترشيد اي مجتمع. المثال قدامنا، قوانين الطفو ساعدت على بناء السفن، دي حته مهمه جدا. ايضا عندنا لما احنا عرفنا ان المعاد في درجه الحراره ساعدتنا على ان احنا نسيب فواصل ما بين قضبان القطارات، دي كلها عباره عن ايه؟ التنبؤ. عباره عن جوانب تطبيقيه للنظريه في علم الاجتماع. يبقى عندي بالفعل مهمه النظريه ترشيد التطبيق في علم الاجتماع وفي اي علم على فكره من العلوم. تمام. في سؤال بقى معنا صاحبنا بيقول يوجد انواع من المشاركه في العمل التطوعي، دلل بالامثله. يوجد انواع من المشاركه في العمل التطوعي، دلل بالامثله. انا عندي ثلاث انواع من المشاركه في العمل التطوعي، يا اما تكون مشاركه معنويه، يا اما مشاركه ماليه، يا اما مشاركه عضويه. تعالوا نشوف اول نوع من المشاركه وهي المشاركه المعنويه. معنويا انت هتعمل ايه؟ هتدعم المشاريع الخيريه. ازاي؟ خد بالك، هتشجعها، هتدافع عنها، هتعرف بيها في المحافل العامه، هتعمل لها دعايه غير مباشره. ده كله الايه؟ للعمل التطوعي. يبقى انت كده شاركت في العمل التطوعي، بس دي اسمها مشاركه معنويه. في نوع تاني من المشاركه وهي اسمها مشاركه ماليه، ان انت هتدعم المشاريع دي بالمال، لان المال هو اساس نجاح اي مشروع. تالت حاجه بقى مشاركه عضويه. بمعنى ايه مشاركه عضويه؟ ان انت تكون عضو فعال في احد المؤسسات الخيريه. يعني ايه؟ يعني تضحي بوقتك وتضحي بجهدك في اي مؤسسه خيريه. يبقى انت كده شاركت في العمل التطوعي. يبقى دي انواع المشاركه. يبقى المشاركه كده قلنا ثلاث انواع، يا اما تكون مشاركه معنويه دعايه تشجع، يا اما تكون مشاركه ماليه تقدم فلوس، يا اما تكون مشاركه عضويه ان انت تبقى عضو فعال تشترك في عمل من الاعمال. في سؤال يا استاذ ايمن بيقول العمل الحر عمل اختياري عقب في دوق ما درست. طبعا هنا بيقول عباره عندي دراسه بيقول عمل اختياري يقع عبء مسؤولياته عن صاحبه وتعود اليه مخرجاته الماديه والادبيه والمعنويه. قد يكون في مجال واحد او مجالات متعدده. لا يتبع جهه حكوميه او خاصه. ايضا بنقول قد يكون عملا يدوي مثل الحرفي او انتاجيا في مصنع او معمل او خدميا وذهنيا كمكتب محامي او محاسب. ده بالنسبه للجزء ده. وايضا عاده بيكون عملا تنافسيا يتاثر بعوامل السوق. تمام. ده بالنسبه للعمل الحر. السؤال ده يا استاذ ايمن، نكون وصلنا لاخر سؤال معنا في الحلقه. طبعا احنا لسه معانا كام سؤال كده في امتحان السودان، ان شاء الله نبقى نكملهم في حلقات سابقه، لكن الوقت خلص. انا بشكرك في نهايه الحلقه يا استاذ ايمن. استاذ محمد شكرا لحضرتك لوجودك معانا النهارده، وان شاء الله باذن الله الحلقات القادمه نكون برضو نكمل بعض الاسئله وسينجي ان شاء الله. هنكمل بقيه امتحان السودان ونحل اللي هي نماذج الوزاره اللي نزلت على علم النفس، عشان بحيث يبقى الطالب عنده كده المام شامل بالاسئله اللي جت فيه، سواء في نماذج الوزاره اللي نزلت في البوكلت تدريبي للطلاب او في امتحان السودان. يبقى انت كده لميت كل المنهج. طيب في نهايه الحلقه أعزائنا الطلاب بشكركم وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.